تضع القيادة العامة للدفاع المدني أولوية السلامة والوقاية والحماية والتوعية المجتمعية ضمن حملاتها الرئيسية في خططها التوعوية للدفاع المدني الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة. وعلى هذا الأساس نشارك في هذه الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 5 لسلامتك 2023، والهادفة لتعزيز الالتزام بقواعد الأمن والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات لحماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة العاملين والمتعاملين وتعزيز سمعة الدولة كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.